في رجل من السلف من العلماء الكبار من التابعين اسمه محمد بن المنكدر وده تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال قحطت المدينة، قحطت المدينة ما في مطر والناس تعبت، قال فخرج الناس يستسقون الله تعالى، يا الله المطر يا الله المطر، قال فلم يسقوا ما في مطر، قال فبينما أنا جالس على سارية لي في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، سارية العمود، قال الناس بعد صلوا العشاء ومرقوا زي صلاتنا دي، قال أنا قعدت اتكيت في عمود أطلب التكي فيه، قال قال فدخل المسجد رجل أسود اللون، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الألوان، وإنما ينظر إلى شنو؟ القلوب والأعمال، وده المقياس والتقوى. قال فدخل رجل أسود اللون المسجد طويل القامة، قال يلبس خرقتين إحداهما يضعها على عنقه، خدها في رقبته نازلة في صدره، والأخرى يستر بها عورته بس. قال فدخل المسجد فتقدم حتى وقف أمام الصفوف، يعني لو الناس قاعدين قدام الصفوف قصاد الصف الأول، ما أفضل في المسجد إلا هو بس في الظلمة، طبعا ظلمة زمان إلا ينور السراج، المهم كان مظلم. قال فرفع يديه وهو قائم لسه ولا صلى تحية المسجد، فرفع يديه وقال اللهم إن أهل مدينة نبيك استسقوك فلم تسقهم، أهل المدينة طلبوا منك المطر وإلى الآن ما جاء المطر، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم. قال ابن المنكدر ده طبعا عالم مفروض الألفاظ تكون شنو أقل من كذب، قال فقلت أجن الرجل، قال أنا قلت الزول مجنون ولا جن، قال والله ما وضع يديه حتى اجتمع السحاب فنزل المطر، فخشيت أن لا أرجع إلى أهلي، قال أما خفت مطر الثقيل جاد، قال فخر ساجدا، جاد الفتن والمصائب والغلا أرفع يدك لله، قال فخر ساجدا الزول ذاته، قال فسمعته وهو يبكي في سجوده ويقول ومن أنا حتى تستجيب دعائي، ومن أنا حتى تقبل دعوتي، قال والله ما رفع رأسه حتى أذن أذان الفجر، سجدة واحدة بس، فالناس يعبدوا الله كيف. قال فلما أذن الأذان انتظر فأذن الآخر، قال ثم أقيمت الصلاة فصلى معنا، ناس جو صلى. قال فاتكأت على ساريتي أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس، قال ثم خرج الرجل فتبعته ببصري حتى دخل بيتا من بيوت المدينة أعرفه البيت، قال فأتيت بعده وطرقت الباب فاستأذنت، فأقبل الرجل ففتح الباب، قال مرحبا بابن المنكدر، بعرفه ده ما عالم، قال مرحبا بابن المنكدر، انت زول عالم الليلة جابك لنا شنو، قال انت صاحبي ليلة البارحة، قال لا عالم شنو زول انت شغلتك دي ما كبيرة، انت صاحبي ليلة البارحة حتى زول سجدت لها الله وقبلي دعيت وكذي، قال فتمعر وجهه غضب وقال وما لك ولهذا يا ابن المنكدر، ثم اغلق دوني الباب، قال قفل الباب في وشي. قال فرجعت فأتيته في اليوم الثاني فوجدت الباب مفتوحا فاستأذنت، فأقبل بعض أهل فقلت أين صاحبي ليلة البارحة، قالوا هو يعمل إسكافا، إسكاف يعني بتاع نعلات يعني بتاع ورنش، قالوا يعمل إسكافا جمع جلدا له يصنع به النعال،
ثم أخذ متاعه لعل أحدا آذاه، ترك المدينة فخرج. قال والله ما تركت بيتا إلا وطرقته فلم أجده. مرق خلى البلد مرة واحدة، نزل علاقته مع الله تمام إذا صح التعبير، وبيسأل الله سبحانه وتعالى. فالأمر ده بيد الله. شكذي في مستدرك الإمام الحاكم، وأنا أختم بهذا الحديث، وهذا الحديث ذكره ابن القيم أيضا في الداء والدواء، وهو في مستدرك الإمام الحاكم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه وقال: معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. بس في خمس حاجات قال لهم من الحاجات الشر، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. واحد. اثنين، قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، السنين المجاعات يعني، وشدة المؤونة يعني العيش الصعب، وشدة المؤونة وجور السلطان يعني ظلم الحاكم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم عهد الله، التوحيد مع عهد الله التوحيد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شنو الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، التوحيد. واستخفروا والله في البلد دي خفر إلا من رحم الله، حجبات ويعلقوا في الطفل كمون من العين، ما بيحفظ الله موت كمون، المخزن بتاع الكمون ذاته بلم في حرامي بيسرق شوال كمون بيبقى مال كمون بيحفظ لزول كمون. خواجات دي لسي ما عايشين، كفار مجار ما بعرفوا كمون ولا أي شيء، وقاعدين ولا عين، وممكن يجيون عين، لكن في النهاية بيحفظون الله سبحانه وتعالى. في الدنيا دي متاع قليل، فبيحفظك الله ويعتروا يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، فلان ماتوا مات يا فلان الحقنا وافزعنا، وتروح حاجة يمشوا لفلان حوط عليه، ده كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وما خفر قوم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم لذلك الكلام يطول. والآن الابتلاءات حاصلة والشدة موجودة، ونسأل الله العافية، بل صار البأس حتى في المساجد. عشان كده والله أنا من هذا الباب وأختم بهذا السؤال، وأعتذر لبقية الأسئلة. أشكر أهل هذا المسجد جميعاً.